ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. يعني أنا ذكرت لكم في شركة كمبيوتر من أرقى الشركات بأمريكا، زفت إلى عمالها بشرى، إلى موظفيها، أن من كان له شريك مثلي، شريك جنسي، أو موظفة لها شريكة جنسية، يعد هذان الكيانان كيان أسرة ويستحقان الشريكان الأولان والأخريان، يستحقان التعويضات والإجازات والمكافآت كما لو أنشأ أسرة. الكيانات الشاذة المنحرفة تعد الآن كيانات صحيحة. هذا هو الفساد، اختلاط أنساب، علاقات إباحية. هذا هو العالم الغربي اليوم. بيقولوا ألغي الرقيق، الآن في رقيق أبيض. هناك بحوث لا تصدق، شركات عملاقة بالعالم تشتري الفتيات والصغار من شرق آسيا وتبيع هذا لأشنع الأعمال وأخس الأعمال في بلاد الغرب الغنية. هذا الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الحديث عن الفساد طويل كثير. الله عز وجل قال ظهر الفساد في البر والبحر، بكل مكان في فساد، تركب طائرة في فساد. يعني كلما كانت هذه التي تقدم الخدمات أكثر تفلتاً كانت الشركة أكثر رواجاً. تقدم المشروبات في الجو مثلاً، في البر، في البحر، في الفنادق. صار في مصطلح جديد اسمه السياحة الجنسية، مصطلح جديد صار، يسافر من أجل الجنس. أليس هذا فساداً؟ بارت سوق الزواج وراجت سوق الفساد، وهذا مما يرضي المنافقين. لذلك دعم الأسرة إيمان وتحطيم الأسرة نفاق. أي إجراء يدعم الأسرة ويقويها إنها اللبنة الأولى في المجتمع، وأي إجراء يضعفها، يزلزلها، يفككها، هذا عمل من أعمال المنافقين. كم من بيت تهدم بفعل الفساد، كم من علاقة تحطمت بفعل الفساد، كم من مال أهدر بفعل الفساد. ألا إنهم هم المفسدون. ربنا عز وجل يقرر وكلامه هو الحق، هم المفسدون، ولكن لا يشعرون النتائج الخطيرة المترتبة على فسادهم. هذا الهدف، أن تفسد من أجل أن تربح. طبعاً الإفساد من أجل أن تربح المال أو أن تنغمس في الشهوة. يعني يا في ربح مال والمال مادة الشهوات، أو في تحقيق لذة دنيا سفلى. فإما أن يتمتع وإما أن يكسب المال، ومن أجل هذين الهدفين يفعل كل شيء ويفسد كل شيء ويحرف كل شيء. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يعني يركبون رؤوسهم يتعنتون، لكن الله سبحانه وتعالى قوله الحق، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.